هنتكلم عن موضوع عمليات غسل الأموال. يعني إيه غسل الأموال؟ غسل الأموال يعني إطفاء صفة المشروعية على أموال غير مشروعة. بتيجي أموال غير مشروعة من تجارة مخدرات، من تجارة سلاح، من أي مصدر غير مشروع، بيحاول العمل الأموال دي من مصادر غير مشروعة إنه يطفي عليها صفة المشروعية ويجعلها زي ما بنقول كده إيه، تبييض الأموال أو أموال مخصوص. مصادر الأموال غير المشروعة متعددة زي ما احنا شايفين: مخدرات، سرقة، احتيال، رشوة إلى آخره. إيه هدف مكافحة غسل الأموال بصفة عامة وأموال المخدرات بصفة خاصة؟ أول حاجة إن لازم يبقى فيه تعقب للأموال اللي جاية من تجارة المخدرات للكشف على الرؤوس المدبرة لهذه التجارة. تاني حاجة حرمانهم من العوائد اللي هما بياخدوها. تالت حاجة عدم إتاحة الفرصة ليهم بتكرار عمليات الإتجار. معاقبة المستفيدين من التجارة. معاقبة من يمتهن أي عملية تتعلق بهذه الأموال. إيه هي مراحل عمليات غسل الأموال؟ أول حاجة الإيداع، بيتم إيداع الأموال في أي صورة توظيف، شراء أراضي، عقارات، شركة، وبعدين التخطيط وهي إدخال الأموال في أكتر من عملية، والهدف منها هي إخفاء مصدر الأموال، الدمج أو التكامل بتعود الأموال إلى الاقتصاد تاني ولكن أصبحت في صورة مشروعة. ما هي طرق غسل الأموال؟ الحقيقة إن بتتعدد طرق وأساليب غسل الأموال، وإن كان بعضها ممكن يبقى في مرحلة معينة أو في المرحلة الأولى أو الثانية، ما يشترطش إن وسيلة معينة تبقى في مرحلة معينة. أول طريقة اللي هي التركيب. التركيب يعني الإيداع في حسابات متفرقة، أكتر من واحد بيودعوا في نفس الحساب لحين تجميع إيداع نقدي كبير في نفس الحساب. التواطؤ. التواطؤ مع موظف للبنك أو موظف لمؤسسة مالية إنه يقبل الإيداع بدون الضوابط اللي بيحددها البنك المركزي. التهريب، ومعناه نقل الأموال النقدية إلى خارج الدولة من خلال التهريب عبر المواني أو المطارات أو أي وسائل للنقل. الشركات الوهمية، ممكن يتم عمليات غسل الأموال من خلال شركات وهمية، بيتم إيداع الأموال في صورة شركة، الشركة دي بتزود نشاط على الورق كوجهة لتغطية أعمالها غير المشروعة، وبيصعب تقدير الدخل الناتج من أعمالها. التحويلات البنكية، يعني استخدام شبكات الاتصال لنقل الأموال خارج الحدود، وده برضه بيحتاج تواطؤ من موظفي البنوك. البنوك الخاصة، في بنوك بتقدر إنها تعمل عمليات غسل الأموال دي مقابل عمولة بتتقاضاها من العميل اللي عايز يغسل الأموال.
بالإضافة لسوق المزادات العلنية أو أوراق اليانصيب أو اللوتري. إزاي بيتم استغلال البنوك في عمليات غسل الأموال؟ البنوك من أكثر الجهات تعاملاً في الأموال، وزي ما شفنا إن ممكن يتم استغلالها من خلال الإيداعات في عمليات غسل الأموال على الموظف التدقيق في الحالات التالية: المعاملات المصرفية، إيداعات تحويلات، حسابات العملاء. لو لاحظ إن أكثر من شخص بيودعوا في نفس الحساب، شراء الأوراق المالية، عميل بيودع أرصدة لا تتناسب مع طبيعة عمله، كل دي حاجات لازم يخلي باله منها الموظف. إيه دور البنوك المركزية في إشراف على القطاع المصرفي، تحسين السمعة المالية، السرية المصرفية، التفتيش المالي، الإرشادات المالية، تطوير البرامج التدريبية؟ بالنسبة لدور البنوك المركزية من الناحية الإشرافية على البنوك، خاصة في غسل تعزيز المعايير الأخلاقية، التأكد من تطبيق مبدأ اعرف عميلك، الالتزام بالقوانين، التعاون مع أجهزة مكافحة، وضع السياسات والإجراءات الواجبة، تدريب المتخصص، التأكد من عدم استخدام النظام المصرفي في تنفيذ عمليات غسل الأموال. لماذا البنوك؟ ليه الاهتمام بالبنوك؟ لأنها تتعامل بالنقود بكثرة، لسرية التعاملات، لتوافر الإمكانيات التكنولوجية، للاتصال الواسع، لسرعة الاتصال والانتقال. مخاطر ونتائج عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بتتعدد مخاطر عمليات غسل الأموال، أولها هي المخاطر الاقتصادية، أول حاجة التأثير على السياسة المالية والنقدية، صعوبة رسم السياسة الائتمانية والمالية، لأن بتبقى في أموال كتير الدولة متعرفش عنها حاجة، فده يضعف من قدرة الدولة على رسم السياسة المالية والنقدية السليمة. التأثير على النظام المصرفي طبيعي جدا، بيبقى فيه عمليات تواطؤ، ممكن يبقى فيه عمليات رشوة لإجراء عمليات غسل الأموال، وده أكيد هيضر بسمعة القطاع المصرفي، يخلي بعض العملاء يعملوا سحب مفاجئ للأموال، إفساد للجهاز المصرفي، تشويه سمعة البنك، عدم الثقة في الكوادر المصرفية، وطبيعي إن ده هيساهم في ارتفاع الأسعار أو التضخم. بالإضافة إلى تدهور قيمة العملة الوطنية نتيجة حركات الأموال دخول وخروج، أو ما بنسميه الهوت ماني أو النقود الساخنة، بالإضافة إلى إن الدولة قد تلجأ لزيادة الضرائب. كذلك بيحرم المجتمع بالاستفادة من جزء من أمواله وهي الأموال غير مشروعة، بالإضافة إلى الإخلال بالمنافسة المتكافئة
بين المستثمرين. بالإضافة للتأثير على مركز الدولة وسمعتها، طبيعي دولة بتعمل عمليات غسل أموالها انتشر فيها الفساد. ثانيا، المخاطر الاجتماعية، وتتمثل في تركيز الثروة في أيدي أعضاء الجريمة، تفكك البنيان الاجتماعي، عدم الانتماء للوطن. المخاطر السياسية، وهي تمويل ودعم أنشطة إرهابية أو تمويل الدعاية الانتخابية أو التأثير على قنوات ووسائل الإعلام.